رن هاتف عايدة في الثانية صبحا. كان المتصل يبلغها بأن الشرطة اكتشفت جثة رجل مقطعة في غابة بمدخل الدار البيضاء. رأت عايدة أنها أمام سبق صحفي يجب ألا تفوته. انتقلت إلى المكان، لم تحصل على شيء، ولكنها تبعت سيارة الإسعاف التي حملت الجثة إلى المشرحة. هناك علمت أشياء عن صاحب الجثة. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. الصحفية ولغز الجثة المقطعة، الحلقة الأولى. في العام 2006 لما حصلت عايدة الخمار على شهادة البكالوريا التحقت بكلية الحقوق في سطات. أمضت عاما دراسيا كاملا تتنقل بين الكلية ومدينتها خريبكا. كانت مواظبة لا تفوت أيا من الدروس والمحاضرات، ولكنها لم تكن تخفي الصعوبة التي تلاقيها للاندماج في محيطها الجديد. وهكذا بنهاية السنة الدراسية قررت التوجه وجهة أخرى. اختارت الالتحاق بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وقد تسنى لها ذلك بعد أن اجتازت المباراة بنجاح. وعكس ما واجهته في كلية الحقوق بسطات من صعوبات في التأقلم، فإنها استطاعت وفي ظرف وجيز أن تنسج شبكة من العلاقات مع زميلاتها وزملائها في المعهد. وفي سياق الدروس التي كانت تتلقاها كان الأساتذة يوكلون إليها كما إلى باقي زملائها إعداد تقارير وإنجاز استطلاعات ميدانية حول حوادث آنية أو أخرى تشكل حلقات متميزة في تاريخ المغرب. ولم تغب عن المواضيع التي تناولتها تلك التي تتعلق بالميدان الرياضي. كانت عايدة الخمار تجد سعادة في القيام بتلك الاستطلاعات، وكان يزيد من حماسها وإقبالها على الاجتهاد الاستحسان الذي كانت تلاقيه من قبل أساتذتها. سريعة مرت السنوات الأربع التي أمضتها في المعهد العالي للإعلام والاتصال. وعندما تخرجت التحقت عايدة بصحيفة يومية هي من كبريات الصحف الوطنية. كان عليها أن تمضي فترة تدريب من سنة قبل أن يتم تثبيتها في وظيفتها. خلال تلك السنة تولى تأطيرها أحد الصحفيين المرموقين، وقد لمس لدى الشابة ميلا نحو الاستطلاعات الميدانية. كانت تتميز عن الآخرين بأسلوب يجعل القارئ يسافر في عمق وتفاصيل الحدث. كانت تستهويها تلك القضايا الجنائية، حيث يجتمع الغريب من السلوك والنصب والاحتيال والانتقام والقتل في صوره الأكثر بشاعة. كانت تجد عبر تلك القضايا طريقها لاستكشاف كل متناقضات المجتمع. بعد أن انقضت سنة التدريب تم تثبيتها في وظيفتها وعينت مساعدة للمسؤول عن صفحة الحوادث. كانت تبحث عن الخبر والمعلومة بحماس كبير يكاد يشبه الاندفاع الأعمى، وقد استطاعت أن تكون شبكة من العلاقات التي تتيح لها الوصول إلى الخبر وإلى التفاصيل. كذلك أقامت علاقات مع عدد من المسؤولين الأمنيين وكتاب الضبط في المحاكم دون أن تغفل الكتاب العموميين وكل من قد يكون مصدرا جيدا للمعلومة. في الثانية صباحا من السابع من شتنبر من العام 2011 أيقظتها رنات هاتفها. ردت بآلية وبصوت غلبت عليه بحة. كان المتصل أحد المتعاونين معها. أبلغها باكتشاف جثة رجل مقطعة في الغابة بمدخل الدار البيضاء.
قال لها إن الشرطة القضائية توجد في عين المكان تحاول العثور على أدلة وآثار تساعد في فك لغز الجثة المقطعة. ارتدت ملابسها بسرعة وحملت آلتي التصوير والتسجيل وركبت سيارتها وانطلقت مسرعة. بعد ربع ساعة كانت هناك. كانت الشرطة تقيم حاجزا لمنع دخول الفضوليين وكل شخص لا ينتمي إلى الشرطة إلى المحيط الذي اكتشفت به الجثة. كان العميد المكلف بالمعاينة يسهر شخصيا على منع كل تسلل. صادفت في المكان أحد مفتشي الشرطة سبق لها أن تعرفت عليه، وقد مكنها من الوصول إلى أقرب نقطة مسموح بالوصول إليها، ولكنه لم يقدم لها أي معلومة خشية أن يؤثر ذلك على مجرى التحقيق. كانت تريد الوصول إلى معرفة الذي حدث. في تلك الأثناء وصلت سيارة إسعاف لنقل الجثة المقطعة إلى المستودع البلدي للأموات لوضعها رهن إشارة الطب الشرعي. ترصدت سيارة الإسعاف ولما تحركت تبعتها بسيارتها. كانت تعرف حارس المستودع البلدي للأموات الذي زودها بمعلومات مثيرة، فقد علمت منها أن الجثة تعود لرجل فوق 50 من العمر، وأنها قطعت إلى 3 مجموعات: الرأس والجذع والأطراف. عدا هذه المعلومات فقد تمكنت من الحصول على توضيحات أخرى من أحد العاملين في المشرحة. قال لها إن صاحب الجثة كان يحمل أوشاما على ذراعيه توحي بأنه بحار، وأن ملابسه كانت تحمل آثار مخدر الشيرة. علمت عايدة أيضا أن أثر نشارة خشب وجدت في أماكن تقطيع الجثة. بالنسبة للصحفية الشابة فإن ما ظفرت به من معلومات يعد صيدا ثمينا. كانت الساعة تشير إلى 4:15 صبحا. اتصلت بمطبعة الجريدة، علمت أن الصفحة الأولى لم تطبع بعد. اتصلت برئيس التحرير، اعتذرت عن إزعاجه في تلك الساعة المبكرة وأبلغته بالخبر الذي حصلت عليه. وافق على أن ينشر الخبر في الصفحة الأولى كعنوان على أن ينشر ما لديها من معلومات في صفحة الحوادث. توجهت رأسا إلى المطبعة، صاغت عنوانا لمقالها، كتبت: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. في صفحة الحوادث أدرج المقال القصير الذي تضمن المعلومات التي حصلت عليها في المستودع البلدي للأموات من الحارس ومن أحد الموظفين هناك. بالنسبة لعايدة فإن السبق الصحفي الذي حصلت عليه لن يلبث أن يفعل مفعوله. عادت الصحفية الشابة إلى منزلها، حاولت أن تنام ساعتين قبل الالتحاق بالجريدة، حاولت عبثا، فقد لازمتها قضية الجثة المقطعة. كانت تحاول تحديد الجهات التي تستطيع أن تعول عليها للحصول على معلومات أوفى. في الصباح في ولاية أمن الدار البيضاء كان العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية يتصفح الجرائد الصادرة ذلك اليوم، وفجأة قطب جبينه. في الصفحة الأولى من الجريدة التي تعمل بها عايدة وبالبنط العريض على 6 أعمدة عنوان بارز: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. التفاصيل في صفحة الحوادث. سريعا قلب العميد الصفحات إلى أن وصل إلى صفحة الحوادث التي كان يحيل عليها العنوان البارز. في بضعة أسطر معلومات حول الجثة والآثار التي تحملها، معلومات لها من الدقة ما استدعى غضب العميد. كانت تلك المعلومات تكاد تتطابق مع ما تضمنه التقرير الأولي حول الجثة المقطعة، ولكن الذي أثار انتباه العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العنوان استبق الأحداث وأقام صلة لم تكن مثبتة بعد بين القتل وتقطيع الجثة وتهريب المخدرات. استدعى العميد المكلف بالبحث وعلم منه أن تلك الصحافية الشابة وصلت إلى المكان وقتا قصيرا بعد وصوله، وأنه تحاشى منعها من الاقتراب من مسرح الجريمة، وأنه لم يقدم لها أي معلومة. مضى العميد إلى أن تلك الصحفية معروفة بجرأتها وأنها شابة مغامرة.
عقب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأن اندفاعها قد يكلفها ثمنا باهظا، فالجثة المقطعة توحي بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، وما نشرته صباح اليوم فيه خلاصات متسرعة. كانت الساعة تشير إلى 9:30 صباحا عندما رن الهاتف في مكتب عايدة الخمار. كان المتصل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بدت وكأنها تتوقع اتصالا من الشرطة. طلب منها العميد معرفة المصادر التي استقت منها معلوماتها. ردت بتلقائية أنها ملتزمة بالتكتم على مصادرها، لم تكن ترغب في قطع الصلة برجال الأمن، وأردفت أنها مع ذلك مستعدة للتعاون مع الباحثين إذا ما كان تعاونها مفيدا. أنهى العميد مكالمته بأن وعدها بتزويدها بالمعلومات الصالحة للنشر والتي لا تعيق مجرى التحقيق. باقتراب 1 ظهرا غادرت عايدة مقر الجريدة. كانت تقصد مطعما على بعد بضعة شوارع تعودت على الالتقاء فيه بعدد من زملائها. لاحظت أن سيارة يمتطيها اثنان تتبعها. أصابها رعب شديد. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. الحلقة 32. لما صدرت الجريدة تصدر صفحتها الأولى ذاك العنوان الكبير الذي يقول: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. في صفحة الحوادث بتوقيع الصحفية الشابة عايدة الخمار مقال قصير يتضمن معلومات عن الجثة المقطعة التي تم اكتشافها بعد منتصف الليلة الماضية. كانت عايدة قد حصلت على تلك المعلومات من حارس المستودع البلدي للأموات ومن أحد الموظفين العاملين بالمشرحة. يتعلق الأمر بجثة رجل تجاوز 50 من العمر، تم تقطيعها إلى 3 مجموعات: الرأس والجذع والأطراف. كانت ساعداه تحملان أوشاما عادة ما يحملها البحارة، كما أماكن التقطيع حملت أثر نشارة الخشب، وعلى الملابس ضبطت آثار مخدر الشيرة. فوجئ العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلك المعلومات التي تكاد تتطابق تماما مع ما ورد في التقرير الأولي للضابط الذي تولى المعاينة. وكما توقعت عايدة ذلك، فقد اتصل بها العميد يستفسر عن مصادرها. امتنعت الصحفية الشابة عن كشف من زودها بتلك المعلومات، ولكنها وحتى لا تقطع كل الجسور أبدت استعدادها للتعاون مع المحققين إن رأوا في تعاونها فائدة. أمضت صباحها ذاك منتشية بما حققته من سبق صحفي، وفي حدود 1 ظهرا كما دأبت على ذلك غادرت مقر الجريدة متوجهة إلى مطعم تعودت أن تتناول فيه وجبة الغداء. كانت تلتقي هناك عددا من زملائها، ومنهم ثرثارون ينطقون بمعلومات هامة من حين لآخر. وهي في الطريق لاحظت أن سيارة تتبعها، غيرت مسارها حتى تتيقن من ذلك. كان على متن تلك السيارة السوداء شخصان. أصابها خوف شديد. توقفت عند إشارة ضوئية، استغلت تلك الثواني وأخرجت هاتفها النقال واتصلت بالعميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. أبلغته بأمر السيارة التي تقتفي أثرها وبالرجلين اللذين على متنها. كاد يعاتبها ولكنه أمسك، إذ أدرك أن الوقت ليس وقت عتاب. طلب منها أن تأخذ وجهات الطريق الساحلي، وعندما تصل إلى سينما كاميرا ترسل إشارة ضوئية. قال لها إن رجال أمن سوف يواكبونها. اتبعت تلك التعليمات. لما وصلت إلى النقطة المحددة انطلقت سيارة على متنها مفتشان وراء السيارة التي تلاحق عايدة. تم الاستخبار عن أرقام تلك السيارة وسرعان ما تبين أنها زائفة. من حيث لا تدري فتحت الصحفية الشابة عايدة الخمار مسلكا أمام الباحثين لم يكن متوقعا، وقد يقود إلى كشف هوية الرجلين اللذين على متن السيارة،
كان المفتشان على اتصال بالخلية التي تأسست لمتابعة الموضوع والتي تعمل تحت الإشراف المباشر لوالي الأمن. وسريعا تم اتخاذ جملة من الإجراءات تروم تطويق الأظناء. اتصل العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعيدة وأبلغها أنها تواجه وضعا صعبا إن لم يكن خطيرا إن هي أرادت المضي في مغامرتها. ردت عيدة بأنها لن تتراجع. إذ ذاك طلب منها أن تأخذ وجهة أقرب مكان عمومي، مقهى أو مطعم يكون به زبناء كثيرون. قال لها إن ذلك قد يجعل الاثنين اللذين يلاحقانها يترددان في التعرض لها. تم تحديد المكان الذي ستتوجه إليه. كان مطعما معروفا على بعد ربع ساعة تقريبا. أبلغها العميد بأنها ستلتقي هناك برجل يحمل في يده عدد اليوم من الجريدة التي تشتغل فيها. بعد 20 دقيقة كانت عايدة بالقرب من المطعم تركن سيارتها. لاحظت أن تلك السيارة السوداء تجاوزتها وتوقفت غير بعيد. دخلت المطعم، طلبت وجبتها، ثم مضت إلى مكان النظافة لتغسل يديها ووجهها. في تلك الأثناء لحق بها رجل مديد القامة كان بيده عدد اليوم من جريدتها. دون مقدمات انزويا وراء الباب وعلق على رقبتها قلادة. قال لها إنها ميكروفون مزود بجهاز للإرسال سيتيح تتبع كل ما قد يدور بينها والرجلين. تناولت طعامها ثم غادرت مسرعة إلى سيارتها. ما أن دخلتها رن هاتفها. كان المتصل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. طلب منها أن تأخذ طريق دار بوعزة. وهي في الطريق لاحظت أن السيارة السوداء تلاحقها، وكلما كانت تبتعد عن الأماكن التي تكثر فيها الحركة كانت السيارة السوداء تقترب أكثر. ثم في لحظة في مكان شبه خال من المارة تجاوزتها تلك السيارة. قام السائق بحركة بهلوانية وأرغمها على التوقف. نزلت وأسرعت في اتجاه حقل مجاور. أسرع أحدهما وراءها. بعد بضعة أمتار أمسك بها. كان صاحبه قد ركن السيارة السوداء وجاء يساعده. حملاها إلى سيارتها وانطلق بها. كانت سيارة تحمل 4 مفتشين تتابع من بعيد الذي حدث. كانت التعليمات ألا يتدخلوا. أخذت سيارة عايدة التي يقودها أحد الرجلين طريق العودة إلى الدار البيضاء. كانت فرقة أخرى من الشرطة قد تلقت إشارة بشأن المسلك الذي أخذه الجنيان. في بضع دقائق وبسرعة جنونية اخترق عين دياب وتوجه وجهة عين سبع. تناوبت 3 سيارات تحمل رجال الأمن على المتابعة. دخلت السيارة حيا صناعيا وتوقفت عند باب أحد المعامل. فتح الباب وبسرعة أغلق. في غرفة العمليات كان يسمع كل ما يدور بين الرجلين وعيد الخمار، شتائمهم وهم يرغمونها على النزول من السيارة، ثم صوت خطى في مكان رجع الصدى به قوي، ثم صوت باب يفتح، شتائم أخرى، ثم رجل يسألها من أين لها بكل تلك المعلومات التي نشرتها في جريدتها. تلك الجريدة شتائم جديدة. صوت آخر يسألها كيف علمت أن الجثة لرجل عمل بحارا. حاولت أن تراوغ وتتهرب من الإجابة. عاد الصوت يشتمها. هذه المرة قال لها إنها ستلقى نفس مصيره بعد قليل. وبسخرية أضاف لكنك لم تعلمي بعد لما قتل بحارك. لم يدم الصمت طويلا إذ أردف الصوت لأنه تطاول على أسياده وأولياء نعمته الخائن. في غرفة العمليات بمقر ولاية الأمن في الدار البيضاء لم يعد هناك من شك. الصحفية الشابة تواجه الآن خطر الموت. تم إبلاغ النيابة العامة التي أذنت باقتحام ذلك المعمل. في الجوار كانت مكتملة استعدادات الاقتحام. استنفر 20 من الضباط والمفتشين من الشرطة القضائية ومن الاستعلامات العامة. وصدر أمر الاقتحام.
تولى عنصران متخصصان في اقتحام الحواجز تسلق سور المعمل في ثوان معدودات، فتحا الباب. انتشر الرجال حول البناية وما لبثوا أن اقتحموها. فاجأوا 4 رجال في قاعة بها عدة آلات. حاولوا التمترس وراء عيدة واتخاذها درعا، ولكن محاولتهم فشلت إذ سرعان ما أحاط بهم الرجال. تم تصفيد 4. وقبل اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن تم تفتيش المعمل. كان معملا لصناعة توابيت الموتى. كانت هناك عدة آلات لتقطيع الخشب، على إحداها أثر دم. كان العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد حضر إلى المعمل وأمر بأخذ عينة من أثر الدم. أثناء عملية التفتيش لوحظ أن التوابيت التي تصنع هناك تتكون من شقين، شق خشبي وآخر من القصدير. كانت التوابيت معدة للتصدير في مكتب من افترض أن يكون المسؤول الأول عن المصنع. لاحظ الباحثون وجود دولاب مغلق. لما تم فتحه فوجئ رجال الأمن باحتوائه على كمية كبيرة من ألواح مخدر الشيرة. تم حجز ما اكتشف ونقل 4 إلى مقر ولاية الأمن. أثناء استنطاقهم تبين أن 3 منهم لم يكونوا سوى رجال يأتمرون بأوامر رابعهم واسمه عزيز الغندور، وعلى عكس أعوانه فإنه لم يكن معروفا لدى مصالح الأمن. كان الباحثون يسعون إلى الحصول على كل الأدلة التي تثبت العلاقة بين الرجل المقتول الذي قطعت جثته وصاحب مصنع توابيت الموتى. كانت مصلحة التشخيص القضائي قد توصلت باستقراء بصمات القتيل إلى تحديد هويته. اسمه مروان الناري وكان يلقب بالثعلب. عمل فترة في البحرية الملكية ثم تم طرده بعد أن ثبت تورطه في تهريب المخدرات. كان مختبر الشرطة العلمية قد أكد أن عينة الدم التي اكتشفت على آلة نشر الخشب تعود إلى مروان الثعلب. تبين للمحققين أن صاحب المعمل كان ينشط في تهريب المخدرات باستعمال تلك التوابيت. جاء في اعترافاته التفصيلية أنه شريك لمقاول إسباني اسمه مانويل بارتولو دياس، وهو متخصص في صناعة التوابيت. كان الإسباني يستخدم الأخشاب والمواد التي تدخل في صناعة التوابيت حيث يتم التصنيع في معمل الظنين. كان الاتفاق أن تحشى تلك التوابيت بين الخشب والقصدير بألواح الشيرة. اعترف عزيز الغندور بأنه كان وسيطا في نشاط التهريب الذي يمارسه الإسباني. لما سئل عن الثعلب مروان الناري قال إنه قتله لأنه طلب بنصيب أكبر من عائدة التهريب، ولما لم يحصل على ذلك صار يهدد بكشف المستور، ثم قرر التخلص من جثته بتقطيعها. اعترف الغندور أيضا بأنه قرر خطف الصحفية عايدة الخمار بعد أن قرأ مقالها في الجريدة حيث تؤكد أن الجثة قد تكون لبحار وأن وراء الأمر تجارة للمخدرات. تم تقديم الغندور وأصحابه إلى النيابة العامة بالمنسوب إليهم. تلقت عايدة تهاني أوالي الأمن، وفي الغد كان لها سبق صحفي آخر، فقد نشرت مقالا مفصلا يحلل لغز الجثة المقطعة. ملفات بوليسية.